يسعد صباحك نور، كيفك اليوم؟ تمام، انت كيف؟ تمام الحمد لله. صباح الخير لكل مشاهدي الاخباريه السوريه بحلقه جديده من برنامج صباحنا غير. يا رب بهالصباح والصباحات القادمه تحملنا كل الخير والرزق وراحه البال للجميع. واكيد مثل العاده ضمن محطاتنا الصباحيه رح يكون في فقرات عديده ومنوعه ثقافيه واجتماعيه وقانونيه، لكن قبل ما نتعرف عليهم خلوني ارجع صبح على نور. يسعد لي صباحك من جديد. يسعد صباحك هايدي وصباح جميع مشاهدي الاخباريه وين ما كنتوا عم تتابعونا. رحله صباحيه جديده عم نبتديها لليوم، فيها محطات عديده من دمشق واكيد للمحافظات السوريه حصه برحلتنا. لكن مع بدايه كل رحله دائما امنياتنا اليوميه لكم انه النهار يحملكم الخير والفرح والرزق الكثير والانفراج وراحه البال لكل الناس. كلياتنا عم نمر بظروف اقتصادية مادية قاسية، في غلاء معيشي كتير كبير، يمكن الكل عنده ضغوطات جدا كبيرة، لكن دائما عندنا أمل يا رب أنه هي الأيام تمر على خير وتكون الأيام القادمة حملتنا كل الخير والفرح والانفراج الكبير. رحلتنا الصباحية بلشت، لكن كالعادة بنبتديها بعد الفاصل. أكيد قبل ما نبدأ أولى محطتنا لليوم خلونا نروح لتقرير مع فعالية شعرية بعنوان تراثنا ميراثنا، الذي يجمع الملتقيات الشعرية ومواهب الأطفال للسنة الثانية على التوالي في حديقة المتحف الوطني. أكيد منتابع تفاصيل أكثر بالتقرير التالي. تراثنا ميراثنا فعالية شعرية للملتقى السوري الثقافي يجمع الملتقيات الشعرية ومواهب الأطفال للسنة الثانية على التوالي في حديقة المتحف الوطني باللاذقية. تراثنا هو ما ورثناه عن الأجداد من ثقافة وحضارة وفكر ورقي ومجد، ونربط انتماؤنا في هذا الحاضر بالماضي العريق والمجيد. نربط هذا الشيء الجميل بالزمن الجميل ونحيي الماضي الجميل بنحيي هذا اليوم. هاي هويتنا الرسمية، تراثنا واللي بنتفخر فيه احنا ببلاد الغرب برا، هو هذا الإرث التاريخي اللي تركوا لنا اياه اجدادنا، واحنا من اقدم حضارات البشرية والحمد لله بعدنا محافظين عليه. وهي الحفلات اللي عم نعملها هي يعني للحفاظ على التراث ولخلي الاجيال القادمه تعرف مين احنا ومين تاريخنا ومين تاريخنا. هذا التراث له عبق، له نكهه خاصه، ولا اجمل من تمازج الوليد مع التليد. فالتليد هو عكاز الشعر والفكر، والوليد هو هذه الملتقيات الادبيه، هذه النتاجات الادبيه الرائعه التي في هذا العام كان لها طعم اخر، طعم رائع جدا. هي مشاركه الاطفال، الجو الكرنفالي الرائع ما بين الاطفال والكبار، هذا هو الفرح الحقيقي. ولا يلي
يليق فينا إلا الفرح الحقيقة. الملتقى السوري رائد دائما بإقامة فعاليات تراثية للحفاظ على ثقافة الوطن وتراث الوطن. نحن دائما بندعم الأطفال حتى منقدم لهم كافة التسهيلات والمشاركات في الرسوم والموسيقى وجميع الهوايات والمواهب. هذا مكان الذي يربطنا مع التاريخ بكل أحداثه، يعني بكل حضارته، بكل أهميته، وخاصة أن هذه المدينة مدينة اللاذقية عمليا بشكل من الأشكال هي عاصمة الفينيق وجريد وأقدم أبجدية وأقدم حضارة وأقدم مقطوعات موسيقية. أنا مشاركتي الإبداع بالرسم، وهدول بعض رسوماتي. الرسم هو الحياة طبعا، هو لغة نتحكى فيها عند الدول برات. لوحاتي بتعبر عن المرأة الريفية، عن الإناث الإفريقيات، عن الحياة، عن الطبيعة، عن التراث. جبت أعمالي اليدوية، أشغال يدوية، مفارش طاولات، تكايات، إكسسوار منوعة جبتهم معي، شاركت معهم اليوم بهالفعالية الحلوة. منتجاتي هي إعادة تدوير كمان، وأشياء مشغولة من خيط الخيش. شناتي مشغولة من خيط الخيش، مثل هيدا مثلا مشغولة من خيط الخيش، شغل سنارة، كمان اكسسوار، كمان اشياء كمان للبيت، زينه للمطبخ، وكمان اشياء اعاده تدوير مثل هيدا، كمان اعاده تدوير من بحص، من كرتون، من نشاره الخشب، كمان من صنوبر الطبيعه. أعباق الماضي يمتزج بحاضر الأجيال من خلال لوحات فنية وشعرية وأشغال يدوية يقدمها المشاركون لتجسيد صورة عن تقاليد التراث السوري. أما هلأ هايدي خلينا ننتقل معك ومع المشاهدين لأهم الأحداث يلي تسجلت بمثل هاليوم بالتقرير التالي. اليوم 22 تموز كتير من الأحداث مرت بتاريخ هذا اليوم وكانت مفصلية بالتاريخ. قراءة سريعة على ذاكرة الأيام. مثل اليوم من عام 1896 صدور العدد الأول من صحيفة الشام في دمشق، وقد ظلت الصحيفة تصدر حتى عام 1908. ومثل اليوم من عام 1933 الطيار الأمريكي ويلي بوست يهبط في نيويورك بعد أن طار وحده حول العالم بسبعة أيام. وبعام 1987 إطلاق النار على الرسام الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي بوجهه في لندن. ومن الشخصيات اللي أبصرت النور بمثل هذا اليوم من عام 1887 جوستاف هيرتز، عالم فيزياء تجريبي ألماني حاصل على جائزة نوبل بالفيزياء بعام 1925. وبعام 1939 وردة مغنية جزائرية. ومن الشخصيات اللي غيب الموت عن عالمنا بمثل هذا اليوم من عام 1908 ويليام كيرمر، سياسي بريطاني حاصل على جائزة نوبل للسلام بعام 1903. وأكيد مشاهدينا من روزنامة التاريخ لفقرة هل تعلم، ومجموعة من المعلومات غريبة ومنوعة ممكن منعرفها أو للمرة الأولى عم نتعرف عليها سوا. خلونا نتابع بالتقرير التالي. هل تعلم أن احتمالية رؤية الكوابيس تزداد عند النوم في مكان بارد، كما أن الأشخاص الذين ينامون على ظهورهم معرضين لرؤية الكوابيس بمعدل 10 مرات أكثر من الأشخاص الذين ينامون على أحد جانبيهم؟ هل تعلم أن قلة النوم تؤثر على الإنسان فتجعله يضحك بشكل هستيري على أشياء قد تبدو طبيعية ولا تستدعي الضحك أصلاً؟ وهل تعلم بأن العين تتسع بنسبة حوالي 45% عندما ينظر الإنسان إلى شيء يشعره بالفرح والسعادة؟ وهل تعلم أنه يوجد في جسم الإنسان نسبة من الحديد تكفي لصنع مسمار يبلغ طوله حوالي 7 سنتيمتر؟ وأخيراً، هل تعلم بأن التفاح يفوق القهوة من حيث جعل الشخص
أكثر قدرة على الاستيقاظ والتركيز. ننتقل لأولى محطات رحلتنا الصباحية لليوم مع الحساب الذهني. بنعرف هايدي بالآونة الأخيرة قديش عم نسمع عن الحساب الذهني بالمدارس، بكتير من المسابقات قديش فعليا هو بينمي مهارات الطفل وبيطورها، قديش فعليا بينمي مهارات العقلية، بيعطيه ثقة بنفسه كتير كبيرة. وفعليا فينا نبلش مع الطفل بالمراحل الأولى من عمره أول ما يبلش يتعلم أكيد. الأرقام. واليوم ضمن فقرتنا الأولى نور رح نركز على دور المعلمين والأهالي بتعليم الأطفال بغض النظر عن عمرهم على طرق الحساب الذهني يلي من خلاله نحن قادرين نوصل لنتائج للعمليات الحسابية بطريقة سريعة ومبتكرة. لنحكي أكثر مشاهدينا عن الحساب الذهني وكيف ممكن يأثر على شخصية الطفل، أكيد رح نحكي بالتفصيل عن هذا الموضوع مع ضيوفنا اللي صاروا ضمن الاستوديو، الاختصاصية التربوية ومدربة الحساب الذهني منال أبو الخير، يسعد صباحك. والطفلة قمر الحلبي، يسعد صباحك قمر. اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا، صباح الخير. واهلا وسهلا فيكم. يعني مثل ما قلت ببدايه حديثي، نحن بالاونه الاخيره عم نشوف الحساب الذهني يعني عم يتصدر المشهد بفعليا تطوير مهارات الطفل ان كان الحسابيه والعقليه، وقديش فعليا عم ياثر على شخصيته. خلينا نعرف للناس يعني لكل اللي عم يتابعنا شو هو الحساب الذهني فعليا. الحساب الذهني هو مجموعة عمليات حسابية بيقوم فيها الطفل دون اللجوء إلى الآلة الحاسبة، دون اللجوء إلى الورقة أو القلم. مثل ما تفضلتي، هي مجموعة من القدرات العقلية، بنعمل هي مهارات عقلية مكمونة بداخل الطفل، فنحن بنحاول أنه نظهرها كلها لهي القدرات. طبعا يعني قبل ما ننتقل لأمار خلينا نحكي أكثر عن الموضوع. اليوم بتلاقي كثير من الأشخاص بيخلطوا يمكن بين مفهوم الحساب الذهني وبين الرياضيات والعمليات الحسابية، خلينا نوضح الفرق بيناتهم ونحكي عن الحساب الذهني. أكيد يمكن في له طرق وأسس عديدة، خلينا نتعرف عليها. طبعا له استراتيجيات وقواعد مهمة وأسس. أسس الحساب الذهني، أول ما بيجي لعنا الطفل نحن بنخليه نعطيه الأساس، الأساسيات البسيطة. شو هي الأساسيات؟ خلينا نوضح. بحيث أن الطفل يتقبل الحساب الذهني ويقبل عليه، نحن منبلش من ذات الطفل، منبلش من أصابعه، بعدين ننتقل للمحسوس. المحسوس أنه هي ملامسة الخرزات، لملامسة الخرزات بأصابعه للطفل. بعدين بننتقل للتخيل التجريدي للطفل، وهون بنبلش نطالع فيه القدرات، المهارات السمعية والبصرية واللمسية والكتابية. تمام. معك الصبية الجميلة أمار. أول شيء بنعرف قديش عمرك أمار وقديش صار لك عم تتعلمي على الحساب الذهني؟ عمري 11 سنة. بلشت من الحساب الذهني تقريبا من 4-5 سنين لما كان. قد كان عمرك اول مره دربتي؟ 7 سنين. 7 سنين. لقيتي الموضوع سهل؟ انت بالاساس بتحب الرياضيات، وكيف فرق معك الموضوع بعد هاي السنوات؟ انا من الاصل انا كثير بحب الرياضيات، بس تعلمت الحساب الذهني حبيتها اكثر لانه هي ساعدتني بشكل كثير كبير، انه بتسهل علي كثير حسابات وارقام. يعني بدل ما احسبهم على ايدي انا من مخيلتي بحسبهم. كثير لقيت سهوله. استاذه منال خلينا نبلش فورا نعطي مثال لقمر. نبلش معكم على الاله الحاسبه مشان نشوف مين اسرع. خلينا نبلش. يا قمر، يا معداد افتراضي نبدا. 1 1 1 1 - 4 4 5 - 9 2 8 3 7 1 9 لا أسرع أسرع من حاسبة 2 50 4 5 - 44 - 44 11 22 برافو.
الاساس. اذا بدنا نعمل يعني لكل الاهالي اللي عم يتابعونا فعليا هلا اساسا بفصل الصيف، يعني بتلاقي الناس كيف بدها تفرغ فعليا طاقه الاطفال وكيف بدها تعبي لهم وقتهم بشيء مفيد، حساب الذهني قديش فينا نستثمره فعليا بفصل الصيف؟ وشفنا يعني حتى اسرع من الاله الحاسبه قمر قديش بيأثر حتى ببناء شخصيتها، يعني بيكون عندهم ثقه بالنفس اكبر، بتلاقي الموضوع بالنسبه لهم حتى لمحيطهم مختلف. اكيد اكيد بيأثر كثير على شخصيه الطفل، بينمي دماغه للطفل، بوقته هو بيكون الدماغ في ذروه نموه وتطوره. الحساب الذهني انت عم تعطيه عمليات حسابيه للطفل، فهذا الشيء عم بيحسبه من ذاته من حاله عم بيحسبه دون لجوء مثل ما قلنا، ارقام كبيره فهذا الشيء عم يعطيه ثقه بنفسه، عم يرفع معدل الذكاء عند الطفل، التركيز، الانتباه، دقه الملاحظه، هذا الشيء كله بيصب بتحصيل الدراسي للطفل، بالاضافه لتنميه الدماغ بجزئي الايمن والايسر. صحيح. فالجزء اخص الجزء الايمن هو مسؤول عن التخيل والابداع. تمام. قمر، يمكن اليوم بنشوف انه العديد من الأطفال بيلاقوا صعوبة بالحساب الذهني، أنت اليوم خبرينا لما بلشتي تتعلمي الحساب الذهني صادفتي شيء صعوبة أم لا خلاص فهمتي الطريقة والقواعد من أولتها؟ لا دغري فهمتها لأنه كتير سهلة، ما بدها شغل يعني غير أنه مع التدريب يعني طبعاً. أي طبعاً مع التدريب. طب قديش كنت تتدربي؟ تدربي باليوم بالاسبوع قديش كنت تخصصي وقت للتدريب؟ التدريب من ربع ساعة لنص ساعة، بس انا بحب انه زيد على يوم يوميا نص ساعة. يوميا حلو، نص ساعة لساعة هيك. طيب ما رفقاتك يعني بالمدرسة وبالمحيط لما يشوفوا انه انت فعليا عندك هي المهارات كيف الموضوع بيكون؟ يعني بتلاقيهم هن حابين يتعلموا منك، بتلاقي انت محط انظار الكل، الكل عم يسألوكي ولا كيف ملاقية القصة؟ حتى الان بتسالني انه كيف تحسبيهم بسرعه، انه كل حساب انت اسرع من انسه بالحساب. واضح اسرع من الحاسبه حتى. ايه تمام. استاذه منال خلينا نوضح اكثر، كيف ممكن اليوم نحن نقيم مستوى تطور المهاره عند الطفل؟ بنقيم مستوى مهارة كيف ممكن نلاحظ التقدم عنده؟ من خلال الدقة، يعني هل هو عم بيعطيني اجابات صحيحة ام لا؟ هل هو عنده الانتباه، في تركيز وفي انتباه، تفاعله مع الجلسة هل هو تفاعله ممتاز او لا؟ وهون وعندنا السرعة، نحن كثير بنشتغل على شغلة السرعة، السرعة كثير ضرورية. واضح. يعني بتكون اول شيء السرعة بنبلش معه بالبطء، بعدين تدريجيا نوصل لسرعة معينة. اول شيء بنعطيه ثلاث ارقام، اول ما يبلش معنا الطفل بنعطيه ثلاث ارقام، ثلاث اعداد بتمرين واحد، بعدين بنزيدهم شوي لنوصل ل 20 تمرين بدقيقة واحدة، بالنهاية لنوصل ل 100 تمرين بدقيقة واحدة. وهذا طيب. الشيء مع التدريب المتواصل بصير الموضوع يعني بالنسبة له أسهل لأله. بس طبعا. خلينا نحكي معك ست منال، فعليا عم نحكي مع قمر صلى عم تقول 5 سنين عم تتدرب على الحساب الذهني، وبنعرف انه في مراحل للحساب الذهني مثل ما ذكرتيها، يعني فعليا كان عمره 7 سنين. لكل الناس اللي عم يتابعونا بأي عمر فيني أنا بلش مع الطفل؟ نحن بنعرف في فروق فردية، يعني ممكن طبعا. مهارات قمر تختلف عن مهارات أصدقاء، ممكن طبعا. في فروق عالية، في فروق متوسطة حسب الطفل. بأي عمر أي أم حابة فعلياً تستثمر هي الطاقة بشيء فعلياً مفيد؟ إذا بدنا نجي للدول الأوروبية أو الدول الأجنبية ببلشوا من 3 سنين، أما الدول العربية هون ببلشوا من 4 سنين، مجرد ما الطفل يعرف الأرقام بالإنجليزي كتابة ومعرفة إنه هذا الرقم من الزيرو للناين، فنحن جاهزين لنبلش معه. وطبعاً هون بيجي التدريب. بلشي مع أعمار صغيرة من 4 سنين؟ يعني تقريبا قبل شوي، بعد شوي. كمان هون يعني تقريبا فينا نقول من 4 سنوات ل 12 سنة أو 14 سنة. ليش؟ لأنه هون العقل بيكون في ذروة نمو وتطوره وتخزينه. صحيح بالضبط. فنحن هون نستغل هاي الفئة العمرية. تمام. طيب خلينا نوضح علاقة المكعب بالحساب الذهني ونعطي كمان تمام. مثال. هلق نحن بنستخدم ألعاب الذكاء بدروس الحساب الذهني ونعمل كورسات لمكعبات الروبيك، كلها هاي بتصب بتنمية مهارات، يعني هل هي قادر أنه تحل كمان؟ أكيد. ممكن أكيد. نجرب مثال. يلا. مثال هي الرقم اختاريته ولا انت ولا كيف هون العمليه؟ هلا عم تجرب مثال، كيف عم تجرب هيدا المثال؟ هي خربطت المكعب وعم ترجع بنحله. اوكي. ضمن خوارزميات معينه بتعلمتها قمر بتعيروا للمده. اكيد اكيد.
لأنه يفترض أقل من دقيقة. بنقول أقل من دقيقة فعليا هي يعني مهارته صارت بالمهارات اللي هي من المستويات العليا ولا لا مختلف؟ وهي مجموعة مكعبات أمار بتدرب عليها ما شاء الله. برافو عليك. يعني تقريبا أقل من دقيقة أو دقيقة فعليا. تقريبا. طيب خلينا نحكي أكثر عن نعطي مستويات الحساب اليوم، شو في نحكي عن المستويات؟ هلق مستويات الحساب الذهني ببرنامج اللي عم نعطي فيه الار اتش ماس هو ثلاث مستويات، المستوى الأول هو الجمع والطرح أربع كتب، المستوى الثاني هو الضرب القسمي كتابين، المستوى الثالث هو الجذور والأعداد العشرية والأعداد السالبة كمان كتابين. في قواعد أساسية فينا نحكي عنها للحساب الذهني؟ القواعد الأساسية هي بتبلش من مثل ما حكينا بنبلش بسهولة المعلومة لضد الطفل، بعدين بلش مع الطفل من ثلاث أعداد؟ بالطفل من ثلاث أعداد لأي أرقام بقى بتوصلي للما لا نهاية؟ مثل ما حكينا 100 عدد بتمرين واحد خلال دقيقة واحدة، هذا الشيء بده يخضع له بمسابقات كمان، إذا الطفل حب يشارك بمسابقة رح يعني نحن عم نهيئه لهيك. تمام. طيب عندي سؤال لك اليوم، مين الأشخاص أو الأطفال يلي ما بيقدروا يتعلموا الحساب الذهني؟ اليوم عندنا الأطفال من يلي عندهم صعوبات بالتعلم، هل هنون قادرين فعلا يتعلموا الحساب الذهني؟ عندهم منهاج معين؟ هل هذا المنهاج بيختلف عن المنهاج للأطفال الأسوياء؟ خلينا نوضح الموضوع. هلق الأطفال اللي عندهم صعوبات بالتعلم نحن ممكن نعطيهم المعلومات البسيطة ومنشوف مدى تفاعلهم يعني للأطفال، إذا كان عنده الطفل عنده إذا كان معه يعني عنده تفاعل ضمن الجلسة بنحاول نشتغل على هي المهارة بننميله إياها. قلت لك نحن بنشتغل على مهارات سمعية بصرية كتابية، وين الطفل في تجاوب معه بالنسبة لهي الفئة اللي عم تحكي عنها أنت صعوبات التعلم، وين في تميز بأي مرحلة من صحيح نشتغل عليها. لأنه أحيانا تلاقي الأطفال اللي عندهم صعوبات تعلم أو فرط نشاط بيمتازوا ببعض القصص أو المهارات بالزبط. واستضفنا سابقا أنه ممكن الحساب الذهني فعليا يفرغ لهم طاقتهم وفعليا يتخطوا مراحل مهمة من خلاله للتعليم. خلينا نحكي عن أمر، قلنا بلشت من عمر 5 سنين صار لها 7 سنين في مسابقات شاركت أكيد. فيها شو هي هاي المسابقات أمر إذا بدها تحكي وشو كانت مرتبتها؟ شاركت ب 2021 بمسابقة عالمية، أخذت الكأس يعني مركز البطل، وشاركت كمان ب 2022 بمسابقة محلية وأخذت كمان مركز البطل، وشاركت مرة تانية بمسابقة عالمية بس أخذت الميدالية الذهبية. أول واحدة أخذتي المركز الأول على كم طال على كم مشترك فينا نقول؟ عالميا هي على مستوى العالم. تمام. منال بنسمع كثير اليوم عن مصطلح الذاكرة الذهنية أو الصورية، خلينا نحكي عنها أكثر. الذاكرة الذهنية أو الصورية. تمام. نحن بنعطيه مجموعة تمارين للطفل مجموعة تمارين للطفل مجرد محلها، طبعا نحن بنشتغل مثل ما حكينا على شغلة السرعة والدقة، نحن حتى بألعاب الذكاء بنشتغل على السرعة، يعني جدا السرعة هي دائما نحن عم نشتغل عليها، نعطيه سرعة معينة للطفل يعني بنحاول ما يتخطاها هي السرعة. دائما أنا كمان بركز الطفل إذا كان المنهاج قوي جدا فهذا لا يكفي، إذا كان المدرب قوي جدا هذا لا يكفي، إذا كان الطفل قوي جدا هذا لا يكفي، نحن بنركز على الأهل على التدريب بالبيت، أنت عم تعطيه المعلومة هو عم يروح على البيت، فهو لازم يشتغل بالبيت ويتدرب مثل ما أمر عم تعمل ربع ساعة يعني يوميا. واضح هذا الشيء لأنه هي بنتك لنحصل على النتيجة طبعا تحت الإشراف، وأنا دائما بسمع الأهالي هيك إنه التدريب متواصل تدريب ولو ربع ساعة باليوم فهي كفيلة لنوصل لنتيجة كتير رائعة وحلوة. طب كيف يتم تقييم مستوى الطلاب في الحساب الذهني؟ يعني احنا نعرف انه مثل ما قلتي يعني انتم بتركزوا كل طفل ممكن يكون عنده مهارات حسيه سمعيه بصريه في فروق فرديه يعني بنعرف الحساب الذهني قديش بيطور هي المهارات، يعني في ناس ممكن يكون عندها مهارات اقوى من مهارات الحساب الذهني بيعمل تقويه فيها. التقييم كيف بيتم للطلاب وحسب العمر بيكون موضوع مختلف؟ اكيد اكيد. هلا الطفل بفوت لعنا اول شيء لازم يكون الطفل محب لهذا العلم مو جاي غصب عنه يسجل بدوره، فكمان مثل ما حكينا دعم الاهل كثير منيح انه يكونوا تحت اشراف التدريب بالبيت. نحن المدرب مع الاهل
مع الطفل مثلث، بنحاول انه نكون مثلث متكامل، يعني ثلاثتنا نشتغل لنوصل لنتيجه رائعه. طب اذا ما في مدرب اليوم يعني عبر الانترنت او السوشيال ميديا او المواقع، فيها الام يعني تستعيد مثلا بمواقع معينه فيها هي تدرب الطفل؟ لانه بنعرف ممكن مو كل الاطفال قادرين يكون عندهم مدرب، او هن فيهم ياخذون ويجيبون، او ضمن المدرسه ممكن المدارس فيها حساب ذهني. قادره الام اليوم ضمن التطور التكنولوجي عبر الانترنت تتعلم طفلها، ولا في صعوبه؟ حسب الام اذا هي حابه تتعلم هذا العلم او هي المهاره لتقدر تطور من شخصيه ابنها او من شيء اللي عم يتعلمه ابنها. ممكن حسب. تمام أمر، يعني انت مو بس تعلمتي الحساب الذهني، انت كمان تميزتي وابدعتي فيه. خلينا نعطي منك هيك نصيحه لكل الطلاب او الاطفال يلي حابين انه يتعلموا الحساب الذهني، شو بتقولي لهم؟ انا بشوف انه الحساب الذهني كتير 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 مفيد، وهو تجربة يعني لا تفوت. الحساب الذهني حرفيا بفوز بجائزة أفضل تجربة جربتها بحياتي. كتير فيها استمتاع، وكمان بتعزز الثقة بالنفس، إنه مثلا أنا بدي جاوب على جواب فأنا واثقة من هذا الجواب. فكتير أنا بشوف إنه الحساب الذهني شغلة كتير حلوة وفرصة كتير مميزة. ونحن كنا سعيدين وفرصتنا كانت كتير كبيرة لأنه استضفناكم اليوم. استضفناك يا أمر، أكيد نتمنى لك التوفيق، وأكيد تحية لوالدتك اللي هي فعليا الراعي الأساسي لإلك، وإن شاء الله مثل ما قلتي يعني حصلتي على المرتبة الأولى على مستوى العالم، نشوفك كمان بمسابقات أخرى كمان حاصلة على المرتبة الأولى. شكرا كتير لكم وموفقين. شكرا لكم، نورتوا صباحنا، وبالتوفيق لك يا أمر. أما هلا نور، مكملين بمشوارنا الصباحي، خلونا ننتقل مباشرة لغرفة الأخبار لنتعرف على آخر الأخبار السياسية محليا وعربيا وعالميا مع زميلتنا شيرين مصطفى. يسعد صباحك يا شيرين. صباح الخير هادي. صباح الخير نور. مشاهدينا موجز لأهم وآخر الأنباء بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. اختطفت قوات الاحتلال الأمريكية عددا من المواطنين خلال عملية إنزال جوية نفذتها بمشاركة ميليشيا قسد المرتبطة بها في بلدة جديدة عقيدات بريف دير الزور الشرقي. مصادر محلية ذكرت أن طائرات الاحتلال الأمريكي نفذت عملية إنزال جوية بمشاركة مسلحي ميليشيا قسد في بلدة جديدة عقيدات بريف الشرقي، رافقها إطلاق نار كثيف، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال ومسلحي الميليشيا خطفوا 3 مواطنين وقت وقادهم إلى قواعد الاحتلال القريبة من المنطقة. أصيب جندي إسرائيلي جراء تفجير المقاومة الفلسطينية عبوة ناسفة بآلية لقوات الاحتلال شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية. وسائل إعلام فلسطينية ذكرت أن المقاومة تمكنت من تفجير عبوة ناسفة بآلية مدرعة لقوات الاحتلال بالقرب من بلدة بيت أمر، ما أسفر عن إصابة أحد جنودها. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الهجوم الأوكراني المضاد لم يسفر عن أي نتائج، وهو ما ولد شعورا بخيبة الأمل لدى رعاة نظام كييف الغربيين. بوتين قال خلال ترأس اجتماع مجلس الأمن الروسي إن الغرب بأسره يرى معداته الفاخرة تحترق تماما، بل أن المعدات السوفيتية تتفوق عليها في بعض النواحي، مجددا التأكيد على أن العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس تسير بنجاح، والعسكريون الروس يؤدون واجبهم بالشكل المطلوب. وفي خبرنا الأخير، أدانت إيران بشدة الخطوة الأمريكية لمنع استضافة طهران المؤتمر السنوي للملاحة الدولية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قال في بيان أن الإجراء الأمريكي يتعارض مع الأعراف والقواعد الدولية، ويظهر مرة أخرى الطبيعة التنمرية والاستكباراتية لأمريكا، متهما واشنطن بسوء استغلال المنظمات الدولية. ختام موجز، والآن عودة إليك هايدي. شكرا لك شيرين.
أما هلأ لفقرة أحوال الطقس مع نور. أكيد هايدي، مثل ما بنعرف يعني بالآونة الأخيرة شفنا ارتفاع كتير كبير بدرجات الحرارة في مرتفع جوي جدا كبير. قديش هي الحرارة فعليا مستمرة خلال الأيام القادمة؟ لنعرف كل التفاصيل عن أحوال الطقس معنا المتنبئ الجوي صديقنا الدائم حسان الجردي. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحك من ثلاث، صباح الخير. صباح الخير يعني ثلاث، صباح صباح الخير. بالبداية كل الناس هلأ عم تسأل لأيمت هيك مستمرة ارتفاع درجات الحرارة معنا هيدا المرتفع؟ لا والله الأجواء الحارة اللي شديدة الحرارة مستمرة معنا حتى نهاية شهر تموز. الحرارة رح تكون أعلى من المعدل في معظم المناطق الشرقية الجزيرة البادية حتى الجبلية، ولكن يعني حسن الأجواء خلال ساعات الليل عم تكون. وجود الرياح مع الرطوبة السطحية اللي عم تكون مرتفعة ببعض المناطق عم تعطي أجواء لطيفة نوعا ما، تحديدا كان بالساحل أو بالمرتفعات الجبل. كيف عم تكون درجات الحرارة بمحافظاتنا السورية؟ هلا بشكل عام الحرارات عم تكون أعلى من المعدل بأغلب المحافظات، وعلى امتداد الكرات السورية الإسلامية تحت تأثير امتداد المحافظات الموسم الهندي اللي يعني طاقة امتداد مرتفع جوي سطح مداري بطبقات الجو العليا. بشكل عام درجات الحراره عم تتوالي ارتفاعها التدريجي يوم اعلى من المعدل 4-6 درجات مئويه. صحيح. اجواء من حاره الى شديده الحراره بالمناطق الشرقيه والجزيريه والباديه مع اجواء سخنه مضره بهذه المناطق، بينما انهار بكره رح ترجع الحراره تستمر الارتفاع لتكون ذروه الارتفاع. انهار بكره بتستمر الذروه خلال ايام الاحد والاثنين والثلاثاء مع حرارات اعلى من المعدل من 5-7 درجات مئويه، اجواء شديده الحراره بكافه المناطق والسنة السورية مع الاجواء التدريجيه المغره بالمناطق الشرقيه والجزيره والباديه التركيه تستمر معنا هذه الحرارات العاليه والاجواء الحاره الى شديده الحراره حتى نهايه هذا الاسبوع تقريبا. اما بشكل عام ما في اي تغير في الاجواء الحاره حتى نهايه شهر تموز تقريبا، حتى ترجع الاجواء تتعدل شوي ان شاء الله مع بدايه الشهر القادم شهر اب. الانفه المركزيه فصل الصيف ومعدل شهر تموز 36 درجه بالعاصمه دمشق، عم تسجل الحرارات العاصمه دمشق تقريبا 41 درجه مئويه اعلى من المعدل 5 درجات. بشكل عام في ارتفاع بنسبه الرطوبه السطحيه كان في المناطق الساحليه او الاجزاء الغربيه من المنطقه الوسطى وبالمرتفعات الجبليه، وجود الرطوبه السطحيه بيعطي احساس اخر بدرجات حراره اعلى من درجات الحراره اللي عم تتسجل بالواقع. الرطوبه السطحيه عم تكون بالساحل عم تتراوح من 50% إلى 85%، وبالمنطقه الوسطى من 40% إلى 75%، بينما بالعاصمه دمشق وضع المناطق الداخليه الرطوبه عم تكون متوسطه نوعا ما عم تتراوح من 25% إلى 40%، اما بالمناطق الشرقيه والجزيره والباديه السوريه عم تكون الرطوبه ضعيفه نوعا ما عم تتراوح من 20% إلى 35%. شكرا لك. تكون غربيه الى جنوبيه غربيه بالمناطق الغربيه، بينما تكون بباقي المناطق الغربيه الى شماليه غربيه خفيفه الى معتدله السرعه مع هبات نشطه في بعض الاحيان. بيصير الغبار في المناطق الشرقيه بشكل خاص بشكل خاص، اما البحر ففي ارتفاع الموج بدرجه حراره مياه البحر عم تسجل 29 درجه مئويه. بشكل عام هذه الاجواء مستمره معنا حتى نهايه الاسبوع، دائما بالامواج الحاره، ولما تكون الاجواء حاره الى شديد الحراره عم نواجه حزمه من الملاحظات والنصائح. نتمنى الاخوه المواطنين التقيت فيها، اهم شيء بهذه الاجواء عدم اشعال النيران يعني بالمناطق الفرازيه بالغابات والاراضي الزراعيه نتيجه الاجواء الحاره الى شديده الحراره وانتشار النيران بسهوله. عدم التعرض لاشعه الشمس بشكل مباشر خلال ساعات الذروه من الساعه 11 صباحا للساعه 4 عصرا، خاصه كبار السن والاطفال. عدم ترك المواد القابله للاشعه المعرضه بشكل مباشر لاشعه الشمس في الاماكن المغلقه. الناس اللي عندهم حساسيه تجاه الغبار بالمناطق الشرقيه الجزيريه والباديه نتيجه وضع صحي للجهاز التنفسي، نتمنى اخذ اساليب الثقه والحذر نتيجه وجود هذه الاجواء بالمناطق الشرقيه والجزيره والباديه، ونتمنى دائما تعويض السوائل اللي عم يخسرها الجسم بشرب كميات من المياه خلال ساعات النهار حتى تعوض السوائل اللي عم تخسرها. اكيد
أكيد نتمنى من الكل الالتزام بهي التعليمات. وبالختام أكيد نتشكرك المتنبأ الجوي حسان الجردي، ونتمنى يعني مثل ما قلت يعني لنهاية هيدا الشهر فعليا يرجع يعتدل المناخ ويمر هيدا المرتفع على خير، لأنه بنعرف نحن عم نمر أساسا بظروف صعبة، يعني ما في كهرباء وفي حر كتير وفي ظروف قاسية أساسا على الناس. فمثل ما قلنا الالتزام بهي التعليمات هي فعليا للحذر والحيطة. بالختام أكيد بدنا نتشكرك. شكرا لك. أما هلأ مشاهدينا مكملين بمشوارنا الصباحي، وخلونا ننتقل لفقرتنا الثانية. ويعني أحلى وأكبر فرحة بالحياة هي فرحة النجاح، فكيف إذا كانت هالفرحة بعد سنة كاملة من التعب والإصرار بالدراسة للوصول لهي اللحظة؟ أكيد بعد ما طلعت نتائج الشهادة الثانوية تبين أنه 33 طالب حصلوا على العلامة الكاملة بالفرع العلمي. اليوم ضيفنا واحد من هدول الطلاب يلي تميز بالجد والاجتهاد والتفوق ونال العلامة الكاملة بالفرع العلمي. قديش اليوم يا نور نحن فخورين بطلابنا. أكيد نحن فخورين بطلابنا، وفعليا ذكرنا خلال رحلاتنا الصباحية قديش حملنا لهم أمنيات تحمل لهم الخير والفرح. قلنا لهم يمكن طلاب سوريين استثنائيين، يعني نحن لنا ظروف قاسية معيشية اقتصادية، ما في كهرباء فعليا، ومع ذلك دائما الطلاب السوريين بيبهرونا بكل الظروف. وقديش حلو اليوم عم نشوف حتى أهله. الطالب جاد معنا بالاستديو اللي له من اسمه نصيب كتير كبير، في فرحة كتير كبيرة بعيونهم، أكيد أبو أمه معنا بالاستديو نوجه لهم تحية. قدي حلو اليوم الأهل يشوفوا هاي الفرحة يلمسوها مع طلابهم مع أولادهم، فعليا تعب خلال سنة قديش فعليا بيلمسوا الحصاد بنهاية العام ومع النتائج. أكيد نرحب بالمتفوق جاد باسل داود الحاصل على العلامة التامة بالشهادة الثانوية الفرع العلمي. أهلا وسهلا فيك، أول شيء ألف مبروك، ونحن كثير سعيدين بوجودك. اهلا وسهلا، صباحك وصباحك اكيد ان شاء الله. الف مبروك لك ولعائلتك هذا الانجاز الكبير. خبرنا بدايه شو كان شعورك لما تلقيت النتيجه، هل انت كنت متوقع؟ هلا الصراحه انا كنت متوقع اني اجيب العلامه الكامله، بس طبعا كله يعني بيصير يقين بس نشوف، بس شفت العلامه وطبعا كانت فرحه جدا كبيره. يعني العلامات العالية دائما هي شيء جدا حلو، خاصة إذا كانت علامة تامة فالفرحة تصير فرحتين يعني. بس أنت حاطط كنت ببالك العلامة التامة طبعاً. يعني أنت كنت عم تقول مع بداية كلها نطمح نطلع فعليا وناخذ العلامة التامة، بس فعليا هذا يعني كان فعليا ببالك من البداية؟ عامل مثل ما قلنا برنامج خاص مع بداية العام، أنا كيف بدي أقسم وقتي، كيف بدي أدرس فعليا لأحصل على هي النتيجة اللي أنا حابب أكون فيها؟ طبعا أنا مو بس البكالوريوس، انا اي صف كنت فيه كنت حط هدف اني اجيب العلامه الكامله. حتى جبت العلامه الكامله بالعشر وبالحداشر تقريبا يعني. فاي شيء يعني في اي صف دراسي كنت اخذه يعني جد انه بدي اسكره، خاصه البكالوريا كونه اهم صف خلال 12 سنه، كان كل التركيز عليه طبعا انه اجيب العلامه الكامله فيه. ما شاء الله عليك، يعني يمكن كثير من الطلاب قبل نقول السنه الدراسيه بالصف ببلشوا تحضير، ببلشوا دورات تدريبيه لحتى يحاولوا قد ما فيهم يلحقوا المواد. طيب احكي لنا عنك انت، كيف كان التحضير؟ كم ساعه كنت تدرس باليوم؟ هلا انا تقريبا يعني كانت فتره الصيف اللي قبل المدرسه هي كانت فقط انه اخذ هيك معلومه عن المنهاج واطلع عنه، بحيث يعني تقريبا الفصل الاول يكون خالص جزء منيح منه يعني. طبعا انا برايي كان التركيز الاكبر بالشتاء، هو اساس العلامات هو الشتاء. بالصيف كانت مجرد فقط انه الواحد يطلع على المنهاج وياخذ له كم معلومه بحيث يفوت مانو مصدوم على السنه، يعني عنده خلفيه سابقه عن المنهاج. هاي الشيء ممكن يسهل له عمليه الدراسه خلال الشتاء. طبعا الدراسه كانت يعني بين ال 8 ل 9 ساعات، هاي الشيء بالشتاء طبعا متواصلين. طيب جاد يعني فعليا اذا بدنا نقول ضمن البرنامج اللي كنت حاطه، ونحن بنعرف قديش الناس والطلاب خصوصا والاهالي اكثر منهم بيتوتروا وبيكونوا فعليا مضغوطين خصوصا مع الشهاده الثانويه، لانه هي اساسا تحديد مصير. بنعرف اساسا المنهاج ضخم وكبير وفي معلومات جدا كبيره، استعنت بدورات تدريبيه باساتذه خاصه، ولا كان هذا فقط اجتهاد منك، ولا كان في توازن بين النقطتين؟ لا فقط بس المدرسه، ما لا لا دورات ولا اساتذه خصوصي، الحمد لله بس اساتذتي بالمدرسه كانوا دفاترهم يعني واعطائهم كافي
اللي ياخذ منه العلامه الكامله فقط بدون اي استعانه بمساعده اخرى. يعني علامتك اليوم بحق لك تدخل اي فرع جامعي، ويمكن الطلاب بشكل عام والاهالي لما ابنه مثلا ياخذ علامه كامله بصير بدهم انه يدرس طب او هندسه، هل هذا التفكير موجود عندك اليوم؟ انت حابب تدخل هي الاختصاصات ام لا رح تكسر القاعده وتختار مجال ثاني انت بتحبه؟ هلا تقريبا يعني فينا نقول بنسبه كبيره رح فوت طب، يعني بنسبه 90%. يعني ما بنعرف شو بيصير بالمستقبل، بس بظن لحد الان طب ان شاء الله يا رب. عم يتابعوا معنا اللقاء والدك ووالدتك وامك عم تدمع، بدنا نوجه لهم تحيه لانه هي دموع وفرح اكيد، وقديش حلو فعليا نلمس هيدا الفرح والاهل بيكونوا سعيدين بابنهم انه حصل على هي النتيجه. لكل الطلاب اللي عم يتابعونا فعليا نحن بنرصد عبر رحلاتنا الصباحيه بشكل مستمر الامتحانات وكيف عم تتم العمليه الامتحانيه ونستضيف اهالي وطلاب، بتلاقي في توتر وضغط، واحيانا الاهل بيكونوا مضغوطين ومتوترين اساسا من الامتحان اكثر من الطلاب. شو بتنصح كل الطلاب اليوم فعليا؟ لانه نحن عم نقول عن جاد انك انت قسمت وقتك، حطيت برنامج، يعني ما احتجت حتى لدروس ولا دورات تدريبيه، لانه نعرف قديش الدورات التدريبيه والدروس مكلفه جدا على عاتق الاهل. يعني نحن عم نحكي عن اجتهاد شخصي، فهي يعني فعليا ثمره بتكون موجوده فيك وانت بتنميها وبتعتني فيها. لكل الطلاب اللي عم يتابعونا شو بتنصحهم انت؟ كيف بلشت؟ كيف قسمت وقتك؟ وهيدا الرهاب والتوتر انه لو كان تحديد مصير بس فعليا انا اذا عملت اللي علي الموضوع بيكون مختلف. هلا انا مشان التوتر برايي في كثير اشياء ممكن تزيل هذا التوتر. انا بالنسبه لي اعتبرت الفحص الاخير بالبكالوريا مثل النهائي، يعني اعتبرت كل شيء امتحانات ومذاكرات كانت خلال العاشر وال11 حتى البكالوريا نفسها مثل تدريب. ففعليا انا اخذتها نفس يعني اخذتها شوي بمحمل الجد. فلما فتت قلت عندي انا خلفيه وتجربه مع الامتحانات، شي 10 امتحانات من العاشر يعني. فكانوا هدول كله عم يمهدوني نفسيا لاني فوت قدم امتحان البكالوريا، فكان بالنسبه لي هذا خفف الضغط بنسبه تقريبا 90%. طبعا بيضل الضغط بس انه ممكن تحديد مصير، هي يعني يمكن هي ما يقدر الواحد يتغلب عليها، بس اذا كان مهيئ نفسيا يعني ممكن بنسبه 90% يزول هذا التوتر. تمام، خلينا نكون واقعيين اليوم، اي شخص ممكن يعرف بعلامتك يقول انه ليل نهار دراسه، كل وقته دراسه، ما عم يعمل شيء. طيب عندك مهارات تانية أنت كنت تستغلها بوقت الفراغ؟ خلينا نوضح كيف كنت تنظم وقتك. هلا الصراحة أنا بالبكالوريا تحديدا قطعت كل شيء إنه كنت أنا أحبه مثلا مثل المهارات، يعني كان وقت الفراغ كنت مثلا أرتاح فيه بس بدل ما نمي شيء تاني، يعني كنت أفضل إني أرتاح أكثر من إني مثلا أنا كنت مثلا بحب الشطرنج، قلت بلا يعني هالسنة بقطعه وبكفي بعدين، يعني بدل ما مثلا اقضي وقتي هيك لا قلت برتاح فيهم احسن، يعني ما كنت متابع اي مهاره ثانيه خلال الدراسه. ومزبوط مثل ما قالوا ليل نهار درس يعني. تمام. طيب جاد خلينا نحكي معك، يعني خلال كمان رحلاتنا الصباحيه كنا نركز على موضوع فعليا الاسئله الامتحانيه وقديش بتشمل المنهاج بشكل عام، وقديش في فروق بالاسئله بين المواد، في مواد بيقولوا لك صعبه، في طلاب بيقولوا لك هي الاسئله فعليا اسئله فيها نكشات، فيها كذا، فيها بعض التفاصيل اللي انه ممكن الواحد وقف عندها. في مواد كنت اكل تاكل همها تقول انه ممكن هون وقف شوي فعليا من خلال الامتحان؟ في اسئله لقيتها صعبه انه ممكن يكون فيها قصص بدها تعب او مختلف او بدك تفكر خارج الصندوق، ولا لا كله ضمن المنهاج ما كان بالنسبه لك صعب؟ هلا انا بالنسبه لي الصراحه ما شفت شيء ما شفت شيء صعب. لقيت كل الاسئله انه مر عليها خلال السنه تقريبا، يعني هي الاسئله اكيد الاسئله ما بتجي من برا المنهاج، طيب دائما من المنهاج، بس طبعا في اسئله بتحتاج على فهم بالاضافه لربط بين الافكار، هي ما فيها يعني، هي طبعا من المنهاج بس بده يكون فيها تفكير طبعا. بس الطالب اذا كان متمرس ودارس منيح وبتركيز مع فهم طبعا هي الاسئله بده فهم بلاقيها مثل اي سؤال. فالاسئله كلها كانت مستواها فعليا متوسط وبينحل من الجميع. طيب خلينا نحكي عن مدرستك، عن المدرسين اليوم، قد ايه ساعدوك اليوم لحتى توصل لهي النتيجه؟ طبعا انا كنت مدرسه الفجر، طبعا اساتذتي عن جد الله يعطيهم الف عافيه، والله ما قصروا ابدا وكان لهم فضل كثير كبير علي، والحمد لله يعني انا عن طريق اعطائهم انا ما احتجت لاخذ اي دوره او اي درس خصوصي بفضلهم طبعا هنين، وكانوا داعم وكانوا يحطوا ثقه فيني، وانا حبيت ما اخيب املهم، مشان هيك يعني اعتبرته دافع لاني اجيب العلامه. موفق اكيد، وفعليا بتمنى لك مستقبل بيستحق كل هالجهد والتعب خلال سنوات الدراسه. بالختام كلمه اخيره حابب توجهها لكل المتابعين او الناس او الطلاب اللي عم يتابعونا اليوم.
اول شيء لازم اذا كان في هدف لازم الواحد يحط كل تركيزه عليه وما يسمع لكلام العالم، لانه من راقب الناس ما تهمن يعني، يعني شو ما عمل الواحد ما راح يخلص من حكي العالم، فلازم الواحد يركز على هدفه. يعني لو ما جاب علامه راح يحكوا انه فاشل، ولو جاب علامه راح يصيروا يتهموه بقصص كثيره. صحيح يعني. اكيد صحيح. يعني بالختام بدنا نشكرك ونرجع نبارك لك، واكيد نبارك لكل طلاب الشهاده الثانويه، وان شاء الله يا رب كلكم تدخلوا الفرع الجامعي اللي بتحبوه وتضلوا محافظين على هذا المستوى. واكيد يلي ما حالفوا الحظ وما جاب علامات هو بده اياها، ان شاء الله يا رب تعوضوا اكيد بالتكمله. شكرا لك، نورت صباحنا. شكرا لكم جميعا. اكيد المتفوق الطالب جاد باسل داوود الحاصل على العلامه التامه بالفرع علم الشهادة الثانوية، نتمنى لك التوفيق، وأكيد تحية لكل الطلاب السوريين فعليا اللي تعبوا خلال السنة وفعليا لقينا نتائج مبهرة الحقيقة. صحيح. شكرا كثير لك. شكرا لكم. يسلم. أما هلأ هايدي بننتقل لمادتنا التالية، وتحديدا لمحافظة حما مع دعم للمشاريع الصغيرة من خلال بازار لمة فرح. خلونا نتابع التفاصيل بالتقرير التالي. دعما للمشروعات الصغيرة وللترويج لها وتسويقها، افتتح في مدينة حما بازار لمة فرح، والذي يضم مهن وحرف متعددة، منها تصنيع الشموع والمعجنات والحلويات والتطريز والخياطة وتحضير المؤونة والمنتجات الغذائية التقليدية. هلا نحن هذا البازار تقريبا صار رقمه 18، نحن بلشنا مشروعنا ب 20 سيدة، اليوم نحن تقريبا عم نستفاد من المشروع 120 سيدة، نحن بازارنا عم يكون بشكل دوري لدعم المشاريع الصغيرة، يعني عندنا السيدات منتج عم يوصل لقلب السوق بأسعار منافسة، ونحن عم نحاول من خلال البازار نأمن لها فرصة سوق مناسب، بحيث إنه القطعة اللي هي عم تشتغلها بكل محبة تاخذ حقها وتنعرض بالمكان الصح وتوصل للناس الصح. والله أنا مشاركة بإكسسوار يدوي، شغل الصبايا عندي الحمد لله، وفي عنا شغل ورد كمان، شغل ورد ساتان كله على ايدنا بنساويه مع تغليف مع توزيع، كله الحمد لله شغل ايدنا وكله شيء مرتب. وبازار لمة فرح فتح لنا مجال انه نحن نتوسع بشغلنا ونسوق شغلنا، هذا الشيء نحن ما بنقدر مجال ببيتنا لانه محصور هذا، والحمد لله رب العالمين، توفيق من رب العالمين عم يمشي شغلنا. انا مشاركه بالاكسسوارات وبصناعه الخرز جزضين، ومشتغله بمهن يدويه. انا شاركت لانه انا حابه اطور حالي وصل، لانه انا اعمل مشروع لحالي، بشتغل حلويات ومونه وبشتغل حلويات صحيه، عم شارك بالبازار هذا من زمان، حلوياتي بيتيه كل الاشكال، ومشغوله بحب ومشغوله كمان بطريقه صح، انه ما في شيء تجاري، شيء تمام يعني، وطعمي طيبه وصدق بالشغل. البازار يوفر فرص عمل ومصدر دخل للكثير من النساء، لا سيما وأن هذه المعارض والأسواق هي نافذة تسويق مهمة لهذه المنتجات وغيرها، وتعتبر فرصة واعدة للنساء لعرض منتجاتهن والتعريف بها وتسويقها. حسام الشاب، الإخبارية السورية، مدينة حماة. وصلنا معكم مشاهدينا لفقرة يمكن عطول منحاول نركز عليها بمحطاتنا الصباحية، صعوبات التعلم من أكثر المشاكل التربوية يلي بتواجه الأهالي والأطفال. فمنشوف كثير من الأمهات بيشتكوا أنه طفلهم عنده تدني بالمستوى الدراسي، هون بتبلش الأفكار تاخذهم وتجيبهم، يا ترى هل الطفل عنده مشكلة مرضية أو نفسية معينة؟ وكل ما كانت يمكن نور رحلة العلاج أبكر، كل ما ساعدنا الطفل تخطي هي المرحلة. أكيد هايدي، بالآونة الأخيرة عم نسمع بمصطلح صعوبات التعلم بشكل كتير كبير بالعشر سنوات الأخيرة، في كتير من الأطفال عم يكون في عندهم مشكلة بصعوبات التعلم، كيف فينا نتخطى هاي المرحلة؟ كيف فينا فعليا نساعد أطفالنا بشكل تدريجي لما يكونوا هن أقل مستوى تعليمي من يمكن أقرانهم أو زملائهم؟ هي بدها شوية اجتهاد من الأهل، من المدرسة، عملية تشاركية، ممكن أي طفل يمر اليوم بهي المرحلة بصعوبات التعلم. لنحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا الاختصاصية التربوية خزامة ملحم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكي. بداية اليوم يمكن منشوف أو منلاحظ كثير من الأطفال عندهم مشاكل أو صعوبات بالتعلم، هذا الشيء يمكن نشوفه من عمر صغير. هون خلينا نقول أنه الأهالي ببلشوا يصير عندهم خوف وقلق، يا ترى أنا كيف ممكن أتعامل مع طفلي؟ خلينا بداية قبل ما نفوت بالتفاصيل نتعرف نحن والمشاهدين على مصطلح صعوبات التعلم.
صعوبة التعلم هي أهم ميادين التربية الخاصة اللي أولد فيها الدولة رعاية كبيرة برعاية السيدة الأولى أسماء الأسد، صار فيها كتير اهتمام ورعاية. هي عبارة عن اضطراب أو مشكلة بتظهر بأهم مشاكل الكلام، القراءة، الكتابة، العمليات الحسابية أو بقى المفاهيم النمائية نتيجة خلل وظيفي بسيط بالدماغ. هلأ منوه دائما أنه طفل صعوبات التعلم ما بيعاني من أي إعاقة جسدية، ما بيعاني من أي إعاقة ظاهرة، ما عنده إعاقة سمعية، إعاقة بصرية، هي عبارة عن إعاقة خفية موجودة. حكيتي خلال حديثك الأستاذة خزامة أنه السبب ممكن يكون خلل في الدماغ، في أسباب أخرى لصعوبات التعلم ممكن تكون إلى أثر على تعليم ولا فقط هيدا السبب؟ لأنه نحن بالآونة الأخيرة عم نشوف في ازدياد يعني بهي المشكلة، وبنشوف لا هي ممكن تتخطى مثل ما قلنا ببداية حديثنا إذا تم اجتهاد بين المدرسة والأهل. بس ممكن هيدا الجيل له علاقة، يعني 10 سنوات الأخيرة الحرب إلى علاقة، الضغوطات اللي عشناها، ولا لا إذا فقط هو ممكن خلل بسيط؟ هلأ هي بما أنه تعددت الأسباب لما هن درسوا الموضوع وصار في أبحاث، صار في اهتمام كتير مشترك من الأهل من الكوادر كلها، فهو أنه صنفوا الأسباب أنه عندي أسباب بيولوجية عضوية، في أسباب وراثية، وفي أسباب بيئية. الأسباب البيئية ممكن أنه نتيجة الضغوطات، الحرب، القصص اللي صارت هلأ بنشرحها. هلأ الأسباب العضوية البيولوجية اللي أنه جابوا مجموعة أطفال صعوبات تعلم وقت هن خططوا الدماغ شكوا أنه ممكن يكون سبب إعاقة، ما لقوا أي تلف بالدماغ فصنفوا أنه عبارة عن خلل بسيط بالدماغ أنه ما في إعاقة. هلأ الأسباب الوراثية كمان رجحوا أنه ممكن يكون في وراثة من العائلة. هلأ الأسباب البيئية هون بقى سوء التغذية اللي بتتوجه له كل منظمة الصحة العالمية هلأ عم تتوجه له كتير أنه أنا لازم الطفل ينشأ ببيئة فيها تغذية سليمة، يعني يكون عندي اللي يبتعد عن الطعام الغير صحي، يبتعد عن الملونات، يبتعد عن كل هاي الأشياء. طبعا كمان البيئة اللي ما فيها اهتمام فرص تعليم مبكر للطفل، لأنه فرص التعليم المبكر ممكن تكشف لي الأسباب النمائية للطفل، التآزر الحركي الحسي، هاي القصص، فرط النشاط، هاي أنه بتنكشف قبل. صحيح. طيب خزامة، بعد ما حكينا عن الأسباب خلينا نروح نحكي عن الأعراض. يمكن اليوم من أكثر الأعراض الشائعة أو منشوفها أنه الطفل أو الطالب بيكون عنده هيك في بيقرط ببعض الحروف، ببعض الكلمات، ما بيحكي بطريقة مفهومة، حتى إذا بدنا نكون دقيقين يمكن تكون مسكة القلم ما فيها غلط. طيب هاي الأعراض إحنا بنعرفها، خلينا نوضح شو في أعراض غير مباشرة ممكن تظهر عند الطفل وتورجينا أنه فعلا عنده صعوبة بالتعلم. هلا بالنسبة للأعراض، في عندي الأعراض النمائية وفي عندي الأكاديمية. النمائية اللي هي بتكون بعمر الروضة، يعني بعمر رياض الأطفال، وقت اللي هو دخل صاروا يكتشفوا أنه هو ما في عنده تآزر حسي حركي، ما في تآزر بصري حركي، يعني ما في عنده توافق بين الرؤية وبين حركة الأطراف، في عنده فرط نشاط، ما في انتباه، ما في تركيز، يعني في عنده ضعف بهي الأمور. فهي الأمور صار عنده ضعف فيها، انتقل للمرحلة الأكاديمية، صار بالمدرسة ما عاد قدر يواكب رفقاته بموضوع القراءة والكتابة والتحصيل العلمي، صار عندي تحصيل أدنى، تحصيل علمي أدنى. فهلأ هون هي بالنسبة للمرحلة اللي قبل النمائية. هلأ بالنسبة للمرحلة الأكاديمية هو فات على المدرسة، هلأ هون بقى بلشت تظهر عنده المشاكل بموضوع القراءة. هلأ صعوبة التعلم بالقراءة، صعوبة التعلم بالكتابة، صعوبة التعلم بالعمليات الحسابية. هلا صعوبة التعلم بالقراءة مثلا هو مثلا اجى بده يقرا جملة معينة، مثلا ذهب سامر الى المدرسة، ذهب ذهب ذهب، كرر الكلمة اكثر من مرة، حاول انه يقرا لقى حاله انه هو عم يا اما عم يقرا ببطء شديد يا اما عم يقرا بسرعة كبيرة. هي شغلة. بالنسبة لل
الكتابة الكتابة كمان الكتابة هي حصرا يعني بيكتبوا من اليسار لليمين مهما وجهتي. هي شغلة. شغلة تانية عنده نسخ خاطئ للحروف من السبورة للدفتر بينسخ نسخ خاطئ. لما كمان بيصير عنده مشكلة بالحروف المتشابهة اللي هن باء تاء ثاء جيم حاء خاء هدول دائما بيعاني منهم. العمليات الحسابية هو بحب العمليات الحسابية البسيطة جدا، يعني عطيه أي شيء في صح وخطأ بينبسط فيه كتير. شوي صعبي له الأمور، بيعصب بيتوتر ما عاد بيقدر يكمل. هلأ بيعاني من موضوع الجمع والطرح كتير مع أنه عمليات بسيطة بتكون. بيعاني موضوع الأرقام بيعكسها 7 و8 و2 و6 هدول بيعاني فيهم. فهون هو بصير عنده تحصيل. طب ذكرتي أعراض يعني بالمجمل كثيرة لصعوبات التعلم، فينا نصنفها ضمن أنواع لصعوبات التعلم؟ يعني هل هناك في أنواع أو ممكن نعتبر المستويات تختلف مثلا؟ أيوة. صعوبات التعلم شديدة خفيفة الشدة ولا أيوة. مختلف التقييم؟ حبيبتي هلا أول شيء هن مجموعة غير متجانسة. يعني أنا مثلا بدي أعالج أطفال أنا عندي مجموعة صم بدي أعالجهم، مجموعة الطريقة واحدة والطرائق واحدة والاستراتيجيات واحدة، بينما هون في عندي حدا بيعاني صعوبة تعلم قراءة، صعوبة تعلم كتابة، صعوبة تعلم مفاهيم حسابية، في فرط نشاط، في إنه كل مجموعة لحال يعني بيكون. أكيد يعني بالختام الاختصاصية التربوية خزامة ملحم بدنا نشكر وجودك معنا وأكيد كل المعلومات المهمة اللي قدمتي لنا إياها. شكرا لك الاختصاصية التربوية خزامة ملحم على وجودك معنا. ومثل ما قلت يمكن ببداية حديثك مشكلة صعوبات التعلم هي مشكلة ممكن تعدي بشكل سليم إذا تم فعليا المشاركة بالحل بين المدرسة والأهل والمدرسة. ممكن فعليا الطفل يعني ينشأ ببيئة تعليمية صحيحة ويستمر بتعليمه. أيوة المهم دائما أنه اتجه أنا للأشخاص المختصة. أكيد. يعني في مشكلة طبية بتجه للطبيب والمعلمة بتكون كمان مختصة وعلى علم بهالشيء. أكيد الختام نتشكرك. شكرا لوجودك معنا. شكرا لك. وأكيد نحن مكملين بمشوارنا الصباحي، لكن خلونا نروح لفاصل غناء صغير ونرجع لفقرتنا القانونية الأخيرة. وحياة جبال بلادي وشواطيها تعبت وبتعب بزيادي فعليها. وحياة جبال بلادي وشواطيها تعبت وبتعب بزيادي فعليها. فيها أيامنا بتحلى وعليها الروح ما بتغلى. فيها أيامنا بتحلى وعليها الروح ما بتغلى. كلمات الأهل وسهلة زرعوا فيها زرعوا فيها. وحياة الجبال بلادي وشواطيها يا خي تنعمرها ونزرع فيها يا بني ونكبرها. ايدي وايدك يا خي تنعمرها ونزرع فيها يا بني ونكبرها. وحياة جبال بلادي وشواطيها أما
أما هلأ هايدي بننتقل بمحطتنا الأخيرة لمحطتنا القانونية لنحكي عن موضوع قانوني مهم نسلط الضوء عليه، نحكي عن تفاصيله القانونية. ويمكن حكينا سابقا هايدي كنا سوا برحلاتنا الصباحية يوم الخميس عن الحضانة، اليوم نحكي عن موضوع مختلف والهدف منه كل الناس يعرفوا هي طبعا التفاصيل ويكونوا على اطلاع كبير فيها. اليوم نحكي عن الطلاق التعسفي، شو هو الطلاق التعسفي، كيف بيكون، والإجراءات القانونية وكيف بيتم التعامل معه. أكيد يمكن خلينا نقول أنه بالفترة الأخيرة نور كثرت حالات الطلاق بأشكال مختلفة. اليوم ضمن فقرتنا الأخيرة نحن نركز على مفهوم الطلاق التعسفي باعتباره طلاق بدون سبب أو لأسباب غير مبررة ومقنعة. فديش عم بيكون في ظلم بهذا الموضوع لأحد الطرفين، وخصوصا الأصعب أنه يكون في أطفال بالموضوع. نحكي أكثر عن الطلاق التعسفي وكيف تعامل القانون السوري مع الموضوع. خلونا نرحب سوا بالأستاذ المحامي محمد مهدي. يسعد صباحك. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. صباح الخير واهلا وسهلا فيك. بالبدايه لما نقول طلاق تعسفي خلينا نعرف بشكل قانوني مبسط لكل الناس شو معنى الطلاق التعسفي. هلا الطلاق التعسفي حدده القانون بنص الماده 117 من قانون الاحوال الشخصيه. نص الماده 117 من قانون الاحوال الشخصيه انه الطلاق التعسفي هو الطلاق باراده منفرده من الزوج دون طلب الزوجه وبلا سبب. هذا الحديث نحن تعدل قانون الأحوال الشخصية عام 2019 عن السابق. صحيح. كان الطلاق التعسفي يتحدد نسبة التعويض والضرر فيه بحال سبب هذا الطلاق ضرر للزوجة وبؤس. بالقانون الجديد الطلاق التعسفي على التعديل الجديد صار هو الطلاق التعسفي بلا سبب، صار بيلزم المطلق بالتعويض لو هذا الشيء لم يسبب المطلقة لا بؤس ولا شيء. فهي الوجه الاختلاف في البداية بالتعريف عن القانون عن السابق بالقانون القديم عن التعديل الجديد. تمام. خلينا نوضح أكثر ونحكي عن حالات تحقق فيها الطلاق التعسفي. هلأ حالات الطلاق التعسفي هي سبب هي حالتين من الحالات. هي في عنا الحالة الأولى هي طلاق الفرار، والحالة الثانية هي الطلاق بلا سبب. الحالة الأولى اللي هي طلاق الفرار بتتحقق نحن في عنا بوجه كتير واضح إلها، هي المريض مرض الموت. الشخص المريض مرض الموت يلي بيطلق زوجته كرمال إنه مثلا يحرمها من الورثة، يحرمها من حقوقها، يحرمها من شيء هي مستحقاتها وطلقها، وتحقق في شرط مرض الموت اللي هو بتكون المرض الموت. نحن في عنا لحتى ينطبق مرض الموت في له حالات كمان، بده يكون هو المرض اللي لا يرجو شفاء منه، أن يغلب الخوف من الموت بالمريض خلال هذا المرض، وأنه يكون هو عاجز عن احتياجاته تلبيته الأساسية، وأن ينتهي هذا المرض بالموت خلال سنة من تاريخ المرض أو تفاقمه. فهو خلال السنة الأخيرة من المرض هو يعتبر تصرف مريض مرض موت. فبحال هو طلقها بخلال هذه المدة أو بهذا المرض يعتبر هو هذا تحقق عليه سبب الفرار، بسموه طلاق الفرار. الحالة الثانية اللي هي الطلاق بلا سبب هو هذا الشخص اللي بيقولوا لك اياها بالعامية انه بدي ابعث لك ورقتك على بيت اهلك. هي فعليا لان انه هذا بس بنسمع عنه كثير يعني اليوم. تماما. يعني هي صحيح هي لفظة عامية بس هي بالواقع موجودة. بيروح بيقدم معاملة طلاق اداري، شهر مهلة للصلاح، الزوج ما في شيء بيلزمه بإرادة منفردة له أنه هو بده يطلقها بدون حصرا، يعني لأنه لا بدون لا طلب من الزوجة ولا سبب مقنع. وهون بيوقع على الزوج عبء الإثبات بحال نحن رجعنا عليه بأنه طلاق تعسفي. بيرجع عليه عبء الإثبات أنه حتى يكون في مبرر ومسوغ لهالطلاق هذا أو لا. طيب خلينا نحكي قانونيا بشكل موسع عن الطلاق التعسفي، وحكيت اجمالا الطلاق التعسفي كيف بيكون قانونيا يعني بكل الشقين اللي حكيت عنه، ان كان فرار او ان كان طلاق تعسفي من دون سبب. الزوجه تحصل على كافه حقوقها، يعني عم نحكي نحن مثلا ممكن يكون عندها اولاد موضوع مختلف او ما عندها اولاد، كيف بيتم هيدا الطلاق؟ هل الزوجة بحال الطلاق التعسفي بتستحق قانونا نفقة 3 سنوات إضافة لنفقة الطلاق، نفقة العدة. هذا الشيء هي استحقته مثل ما ذكرت بالبداية على التعديل الجديد، سواء سبب هذا الطلاق لإلها بؤس أو يعني شيء نفسي أصابت نتيجة هالطلاق أو ما أصابه.
وهذا الشيء كمان نحن في عنا حالة من الحالات أحيانا بتكون موجودة يلي هي إنه اللي بفترة الخطبة بيقوم الخاطب بعد ما يكتبوا كتابه وتصير هي زوجته ويتثبت هذا الحديث بالمحكمة اللي بيكون مثلا قبل الدخول ما عاد بده الزوج بيطلقها. هلأ هون كمان هي فيها ترفع عليه طلاق تعسفي لو هي لسه ما كانت لسه يعني صاروا إنه بحياة زوجية بحياة زوجية. بالنسبة للأولاد هلأ نحن هون نروح على موضوع النفقة للأولاد والحضانة والهي هي بتسرع عليها الإجراءات كاملة. هي تحديدا طلاق التعسفي هو حق للزوجة فقط. قدي النفقة دون الشهرية دون للزوجة دون الأولاد هلأ هي بدون التعديل الأخير هي تقديرا للقاضي بحسب حالة الزوج. بس قدرت ضمن القانون تقديريا قديش؟ ما في إلها هي قانونا لا حد أدنى ولا حد أعلى. هلأ نحن مثلا بيكون عندنا الزوج مثلا موظف القاضي ممكن يقدر هذا الشيء ببيان على راتب الزوج اللي طلق على بيان الراتب تبعه ممكن حسب دخول ايه تماما ممكن اذا هو عمله حر مثلا هون نحن بنلاقي صعوبه بتقدير نحن بيان الراتب الدخل تبعه وحضانه الاطفال كمان يعني اذا نفقه الاطفال مش الحضانه حضانه الاطفال هي الحق للزوجه حتى بلوغهم سن 15 سنة. عم نحكي عن النفقة إذا كان في أطفال بالطلاق التعسفي النفقة على الزوج بتحصل عليها. النفقة على الزوج هذا حق للطفل على الزوج. قيمة المادية قد 35,000 شهريا. قيمة المادية ممكن 35 وممكن أقل. طيب يمكن خلال حديثك ذكرت شيء عن الطلاق الإداري خلينا نوضح الفرق إذا في فرق بينه وبين الطلاق التعسفي. معاملة الطلاق الإداري هي الوجه للطلاق التعسفي لأنه الطلاق الإداري هو يعني إرادة استكمال يعني بيكملوا بعض لا لا هي الوجه تبعها المطبق على أرض الواقع. الطلاق الإداري هي معاملة بيجريها الزوج بنفسه بيسجلها عن طريق الموظف المختص إجراء المعاملات الطلاق الإداري بتم فيها تبليغ الزوجة وإعطاء شهر مهلة للصلح فيها للمعاملة قبل ما يثبت القاضي فيها الطلاق. الطلاق الإداري هو الوجه فيها للقصة. الطلاق الإداري هو طلاق تعسفي بس وقت اللي بيكون هو بوجه القانون بداية بالقانون وبالمعاملة بيتم بس دفع مستحقات الزوجة كامل يعني بده يدفع المتقدم كاملا المتأخر كاملا نفقاتها كاملة. وقت اللي هي بترجع عليه بتعويض كمان انه هالطلاق هاد كان تعسفي بيرجع عليه عبء الإثبات بحال كان تعسفي او لا بوجود سبب او عدم وجوده لين حكمنا نحن كمان بنفقة لثلاث سنوات إضافة لنفقة العدة. طيب يعني قلت خلال حديثك أنه أثناء الطلاق التعسفي ممكن القاضي يمنح شهر فعليا للصلح ممكن الزوجة إذا ما بدها الطلاق يعني ممكن فعليا تمد أو تستغل بعض الثغرات القانونية ولا لا خلص بيتم الطلاق إذا هي فعليا لا تريد الطلاق. هلأ هو الشهر مهلة للصلح هو هو بكل إجراءات الطلاق سواء كان مرفوع دعوة تفريق سواء طلاق إداري ممنوع تنسمع دعوة طلاق قانونا إلا بعد مضي شهر على الأقل من تسجيل الدعوة للصلح. هون الزوجة بالطلاق الإداري أو الطلاق التعسفي إذا بدنا نسميه هي هون ما إلها إرادة لأنه هي نحن من تعريفه أنه هي مو بناء على طلبها هو بإرادة منفردة للزوجة صحيح. بدون سبب طبعا. فهون هي الشهر مهلة للصلح ما حيغير نحن شيء عنا بواقع الحال. ممكن بأثناء فترة العدة تبعها بحال تم إرجاعها لعصمة الرجل انه نحن هون ننفي عنه طلاق تعسفي يعني نحن هون ما عاد في طلاق تعسفي عندنا بحال نحن تم ارجاعها خلال فتره العده. يعني هون عم نحكي متى يسقط الطلاق التعسفي متى يسقط التعويض بالطلاق طيب التعسفي. بالنسبه للطلاق التعسفي امتى ممكن يسقط الطلاق التعسفي؟ ما في له حالات سقوط. ما في حالات سقوط تبعه ممكن انه الزوج وقت اللي بنرفع نحن عليه تعويض طلاق تعسفي ممكن انه يعطينا اسباب مبرره لها وجود طلاقه. طيب شو هي الاسباب يعني لما انا فعليا عب الاثبات لما يقول القاضي في طلاق تعسفي وذكرت خلال حديثك بيقع على عاتق الزوج عب الاثبات شو هي يعني انا لما اقول انا كرجل بدي طلق طلاق تعسفي شو اللي ممكن هي الحالات المسموحه ضمن القانون السوري اثباتها للقاضي؟ هلا اثبات الحالات للقاضي ممكن هلا نحن عم نلاحظ هلا في عندنا ارتفاع بنسب الطلاق بشكل كبير تسجل هلا نحن عندنا بال2020 على الاحصائيات بانه كان بسنه 2020 تحديدا بتصريح للقاضي الشرعي 30,000
حالة زواج تسجلت بالمحاكم الشرعية 10,000 منهم كانوا حالات طلاق. يعني من أصل 30,000 حالة تثبيت زواج تسجل 10,000 حالة طلاق، وهي نسبة كتير عالية وكبيرة. كان التفسير والتبرير بهذا الشيء إنه هي الأوضاع الاجتماعية، الأوضاع الاقتصادية اللي عم يمر فيها البلد. يعني طبعا هذا الشيء، الأوضاع الاقتصادية ولا الاجتماعية، هي بتأثر بشكل كبير على موضوع التفاهم الزوجي وتلبية الاحتياجات بين الزوجين، سواء من احتياجات كمصروف، كعيشة، كحياة، يعني فيها نوع من الاستقرار. تمام، خلينا نكون واقعيين ونقول اليوم في كتير حالات من النساء بتعذبوا لحتى يتطلقوا للأسف. يعني يمكن كتير من الأزواج ممكن يرفعوا دعوة الطلاق، لكن بعد فترة خلص ما بدهم، هن ممكن بدهم يماطلوا، عندهم شيء معين، ظروف، أسباب معينة. طيب كيف ممكن تتعامل الزوجة بهذا الموقف؟ شو موقف المحكمة؟ خصوصا يعني إذا كان في اتفاق بين الزوج وكمان والمحامي، يعني بكون اثنين وهون ممكن يستغلوا الزوجة. كيف ممكن اليوم، شو الإجراءات اللي ممكن تحمي الزوجة؟ هلا الزوجة بداية وقت اللي هي بتكون رافعة دعوة طلاق أو دعوة تفريق على زوجها، هلا بالبداية حكينا إنه ما بينسمع دعوة تفريق ولا دعوة طلاق إداري أو تعسفي قبل مضي شهر مهلة للصلح. بحال هالشهر هاد ما كان كافي لحتى حل الإشكال بيناتهم، بينظر القاضي بالطرق المقبولة لحتى يتم المصالحة بيناتهم. بيتم المصالحة بيناتهم عن طريق مجالس التحكيم الأسرية. تمام. مجالس التحكيم الأسرية بيتم فيها تعيين حكمين لتحديد الإشكال يعني وضع اليد على المشكلة الحقيقية وبيان أسباب لحلها. بحال هي المساعي ما تمت للصلاح، فما في نحن عندنا يعني دعوة تفريق بياخذوا وبيجيبوا فيها الزوجة. بالنهاية يعني القانون قلت لك حتى على التعديل بالطلاق الإداري هو أنصف الزوجة حتى لو لم يصيبها بؤس من الطلاق الإداري. ما كان يعني كان القانون عم ينصف المرأة أكثر من ما يكون هو شادد على إيد الرجل. بس أحيانا بيكون في استغلال، يعني المفروض واحد ينتبه أكثر. هلا الشيء الوحيد اللي بيقولوا لك إنه هي بيضل إنه القول للزوج للرجل بموضوع الطلاق، يعني المرأة ما بتملك تطبيق. هلا أنت كرجل عم تقول إنه القانون ينصف المرأة، فعليا في ظلم. يعني قد ما حكينا الطلاق التعسفي بالأخير العصمة للمرأة، ممكن المرأة لا تريد هذا الطلاق لأنه بنعرف في ظروف قاسية معيشيا واقتصاديا، والتعديلات الأخيرة إذا بنحكي عن نفقات، حتى النفقات لا تغطي يوم أو يومين ضمن الوضع المعيشي الاقتصادي. فنحن الهدف يمكن نسلط على هي النقاط القانونية، قديش فعليا في الواحد ممكن يستفاد منها، يكون على دراية على علم. مؤلم الطلاق، واللي تحب حسب الدراسات يمكن في زيادة بشكل كتير كبير، ولهيك دائما بنقول خلال رحلاتنا الصباحية أي اثنين حابين يرتبطوا فعليا، لو كان في احتمال 1% للطلاق لازم يفكروا 1,000,000% قبل هيدا الارتباط، لأنه عم نشوف فعليا المتضرر الكبير والأساسي والأول هم الأطفال. يعني فوق ظروف الحرب القاسية والاقتصادية المعيشية واللي عم نعيشها، فكمان يكون في حالة طلاق مؤلم. فنحن يعني بحس انه قد ما حاولنا ننصف المرأة اليوم ضمن هي الظروف، عم نحاول ضمن القانون السوري في تغييرات كثير كبيرة كانت فعليا، وفعليا جدا قوية وجميلة سابقا. يعني عم نحكي عن التعديلات بال 2019 او 2020 عن النفقة، عن طريقة الطلاق، كيف عم تكون نفقة الحضانة. يعني الاولاد كان حتى مبلغ 35,000 اذا بدنا نقول هي نفقة الطفل تم تعديلها. يعني اذا بنذكر مبلغ اللي ما تم تعديلها، انت معلقة على 35,000. عم نحكي بشكل عام، يعني هي انت بتحكي كل مش معلقين، نحن عم نحكي واقع عم نعيشه بشكل يومي مرارا وتكرارا من المحيط. فنحن يعني عم نحاول لك انه حتى ال 35,000 ممكن انه ما تحصل عليها الزوجه، يعني حتى ال 35,000 ملاقينا قليله. فحسب التعديلات يمكن القانون السوري عم يحاول باشد الوسائل ضمن التعديلات المستمره يكون منصف للمراه اليوم خلال تعديلاته القانونيه. هلا بالنسبه لموضوع النفقه تحديدا والموضوع الدخل، هذا الشيء عم يتعلق بالاوضاع الاقتصاديه. صحيح. بدايه اكثر من اي شيء. الاوضاع الاقتصاديه اليوم نحن لنكون منصفين، هي لا عم تكون عم تشد على الرجل ولا على المراه. يعني موضوع النفقه اليوم ولا الحكم القضائي، سواء بنفقه عده، سواء باجر حضانه للاطفال، سواء بنفقه الطفل، هي عم تحكم الوضع الاقتصادي الدخل. صحيح. تبع الزوج قبل اي شيء. أكيد. يعني بالختام بدنا نشكر كثير وجودك معنا الأستاذ المحامي محمد مهدي. أهلا وسهلا، نورتنا. أعطيكم العافية. أكيد بدنا نشكرك بالختام، والله هيك يبعد الطلاق عن الكل. إن شاء الله يا رب الكل يعيش بسلامة وسعادة، لأنه بنعرف أبغض الحلال عند الله هو الطلاق. بالختام بدنا نشكرك، وأكيد سعيدين بوجودك معنا. شكرا كثير لك.
أما هلأ صار وقت نودع المشاهدين. بدي أشكرك نور وأشكر كل المتابعين وكل كادر صباحنا غير. لا تنسوا تتابعونا بكرة بنفس التوقيت مع ضيوف جداد وأكيد فقرات عديدة. ومن هلأ لبكرة تبقوا بألف خير. لهون هايدي بتكون رحلتنا الصباحية وصلت للختام. ملتقانا بكرة على شاشة الأخبارية السورية بنفس التوقيت برحلة صباحية جديدة فيها محطات عديدة من دمشق وأكيد للمحافظات السورية حصة برحلتنا. من هلأ لوقتها تبقوا بألف خير. إلى اللقاء.